السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم معاكم في درس جديد وهو التنوين. قبل ما نبدأ في الفيديو أتمنى منكم إن أنتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. زي ما قلنا إن أنا بدأت معاكم سلسلة أمي معلمتي، دلوقتي درس التنوين للناس اللي طلبته. لازم الأم تعرف في الأول يعني إيه تنوين. التنوين هو بيكون نون ساكنة، نون ساكنة احنا بننطقها بس ما بنكتبهاش، يبقى تنطق ولا تكتب. زي ايه؟ يعني مثلا احنا بنقول ما ان، احنا كتبنا التنوين بس نطقناها ما ان، ده النطق ما ان، نطقنا النون بس ما ينفعش نكتبها، فبالتالي بنحط الفتحتين، ده معناه انها تنطق ولا تكتب. التنوين ده ما ينفعش يكون في الفعل، التنوين لا يأتي في الافعال. يعني مش هنقول مثلا شربا اكلا، الكلام ده خطأ، ما ينفعش. التنوين يأتي في الأسماء فقط، زي مثلا كلمة مثلا سماء، يبقى نحط لها تنوين سماء. أي اسم بقى، يعني مدرسة مدرسة وهكذا. التنوين برضو لا يأتي في الكلمات التي تبدأ بالألف واللام، بالألف واللام، يبقى التنوين لا يأتي في الكلمات التي تبدأ باللام. يعني مثلا لو قلنا الشمس، هل ينفع ان احنا عايزين نعمل تنوين لكلمة الشمس، ينفع ان احنا نقول الشمس؟ طبعا غلط، ما ينفعش، ما ينفعش التنوين يجي في الكلمة اللي أولها ألف ولا، ده مقدمة عن التنوين. يبقى بنكتب بننطق النون ولكن ما بنكتبهاش، ما بيجيش في الأفعال، بيكون في الأسماء فقط، ما بيجيش في الكلمات اللي أولها ألف ونو، ألف ولام قصدي. إيه أنواع التنوين؟ أنواع التنوين، احنا طبعا اخدنا ثلاث حركات قصيرة، اخدنا ثلاث حركات قصيرة، خدنا الفتحة وخدنا الضمة وخدنا الكسرة، دي اسمها الثلاث الحركات القصيرة، فتحة ضمة كسرة. احنا لو وخدنا في الحرف في المد، احنا لو زودنا حرف المد بعد الفتحة، يعني مثلا احنا هناخد مثال حرف الباء في كلهم، مثلا الفتحة باء، الضمة بو، الكسرة بي. اما خدنا المد بالالف والواو والياء، عملنا ايه؟ زودنا الف المد كده بقت باء، يبقى الباء بقت باء، مدينا بقت حرك الحركة القصيرة، دي حركة قصيرة عليها فتحة، بعد كده دي حرف الباء الممدود في الف مد، وخدنا البو وهكذا، والبي خدنا هكذا. احنا بقى النهاردة احنا خدنا الكلام ده، عايزين النهاردة نزود التنوين. ازاي نخلي الباء عليها تنوين؟ معنى التنوين ان مثلا الفتحة اللي فوق ديت كانت عايزة حد يسليها ويقعد جنبها، فقامت اخدت جنبها كمان فتحة، بقت بن بن. وفي والواو دي مثلا كانت عايزه حد يسليها، بقت بدل ما تبقى بو بقت بن بن. والكسره دي كانت عايزه حد يسليها بقت ايه؟ بن. احنا بننطق نون بس اصلا ما بنكتبهاش، يبقى الباء بقت بن وهكذا، يبقى بن بن
بن بن بن. يبقى الحركات القصيرة فتحة ضمة كسرة، أما نضيف الألف المادة هتبقى با بو بي، أما نضيف التنوين هتبقى بن بن بن. ده الصوت بتاع التنوين. هنيجي بعد كده ان احنا نتكلم على معلومة لازم الام وهي بتشرح لابنها عارفة عشان يفرق. في كلمات بنضيف لها الف مساعدة وفي عشان نحط التنوين، وفي كلمات لا، زي مثلا كلمة يعني اسد عايزين نعملها تنوين بنحط الف، وبنحط التنوين ده بيتحط على الحرف الدال، الالف دي تبقى مساعدة فقط مش عليها التنوين. يبقى التنوين لا يوضع على الحرف الالف الاخير ولكن يوضع على الحرف، يبقى كده. ده الدال ده حرف ضعيف عشان كده احنا حطينا له حد يساعده ويسنده ويقف جنبه، بقت اسدا. نيجي تاني لكلمة بيت. بيت التاء برضو حرف ضعيف عايز حد يقف جنبه ويسنده عشان بيخاف يقف لوحده، يبقى نحط له الالف المساعدة يبقى باي تن، تحط كده. نيجي بعد كده ايه بقى الحروف القوية، دي ملحوظة مهمة جدا. يبقى الحروف القوية التي لا تحتاج ألف مساعدة، إيه هي الحروف دي؟ عندنا عفوا التاء المربوطة والهمزة والألف. يبقى التاء المربوطة سواء كانت موصولة أو منفصلة، يعني منفصلة أو متصلة، التاء والتاء المربوطة والهمزة والألف دي أما يجي كلمة أخرها أي حرف من الثلاثة دول بنيجوا حاطين الهمزة عليه مباشرة مش بنزود ألف. مثلا كلمة سماء وكلمة مدرسة وكلمة ملجأ، دي أمثلة للكلمات اللي بتنتهي بالحروف القوية. يبقى الهمزة حرف قوي والتاء حرف قوي والألف اللي عليه همزة حرف قوي. إزاي نعمل لهم التنوين؟ التنوين يوضع على الحرف الأخير هتبقى سماء أن مد راسة تن مل جاء أن. يبقى التنوين تم وضعه مباشرة على الحرف الأخير. إيه السبب؟ لو ابنك قالك ليه السبب هتقولي له عشان ده حروف قوية لا تحتاج ألف مساعدة، يعني ده حرف قوي مش محتاج حد يقف جنبه ويسنده. التاء المنفصلة والمتصلة والهمزة والألف ده الأشكال الحروف القوية بتوضع التنوين عليهم مباشرة. نيجي بعد كده ننطق الحروف بالتنوين. هنيجي مثلا من الكتاب القاعدة النورانية، مثلا احنا خدنا قبل كده الحركات الفتحة والكسرة والضمة، فتحاء كسرائي ضماء وهكذا. احنا لما نيجي مثلا نقول ايه حرف زي السين بالفتح بالتنوين بالفتح، يبقى سين فتحتين سن، سين كسرتين سن، سين ضمتين سن، سن سن سن. وحرف الصاد مثلا
صاد فتحتين صن، صاد كسرتين صن، صاد ضمتين صن، صن صن صن. أي بقى يعني حروف يبقى حرف الواو مثلا، واو فتح، شوف الواو هنا خد ألف مساعدة اهي جنبها عشان خاطر هو حرف ضعيف، يبقى واو فتحتين ون، واو كسرتين ون، واو ضمتين ون. يبقى لازم في الضم نضم شفايفنا كويس، وفي الكسر نكسر وين، وفي الضم ون، وفي الفتح ون، وهكذا. حرف الفاء فا فتحتين فن، فا كسرتين فين، فا ضمتين فن، فن فين فن، وهكذا في كل الحروف. حرف الكاف مثلا كا فتحتين كن، كا كسرتين كين، كا ضمتين كن، كن كين كن، هكذا هتعملي كل الحروف مع الطفل. ده بالنسبة للتنوين، ان احنا بننطق نون في اخر الحرف ولكن ما بنكتبهوش. هنيجي مثلا بعد كده هنا امثلة، أمثلة على التنوين. كلمة أبدا إحنا حطينا هي أبد، أما جينا ننون التنوين بالفتح حطينا بعد الدال ألف مساعدة. ولو نلاحظوا هنا هنلاقي إن التنوين موجود على حرف الدال وليس الألف المساعدة، لأن الألف واقفة كده، هي اسمها ألف مساعدة، التنوين لا يوضع عليها. يبقى لو قلنا الكلمة دي أبدا أبدا، هنا الكلمة دي تنوين بالضم، أحد أحد. نيجي بعد كده الكلمة رقبة، دي تاء اهي، احنا حطينا التنوين بالكسر تحت التاء على طول، ما حطناش ألف مساعدة عشان ده حرف قوي. رقبة، شوفوا دي كلمة وسطا وسطا، الطاء احتاجت ألف مساعدة عشان كده حطينا ألف مساعدة بعد الطاء، والطاء التنوين عليها ولكن الألف مساعدة مش عليها حاجة. كلمة قاتارات قاتارات، التاء برضو حرف قوي، التنوين بالضم عليه مباشرة مش محتاج حاجة. همزة، نفس الفكرة. هدى هدى، لمزة لهب، مسد ناخرة، كل دي أمثلة على التنوين. طبقا طبقا، طبق قن قن. احنا عندنا تمرين دلوقتي، ارسم دائرة حول الكلمات التي بها تنوين بالفتح. كلمة برجا، هل كده الكلمة مكتوبة صح؟ بنحط النون احنا الساكنة في الكلمة، غلط. اصلا الصح برج، نخليها برجان. كلمة ماء بنكتبها كده، بنحط النون، خطأ. بنحط فين التنوين؟ على الهمزة مباشرة عشان الهمزة حرف قوي لا تحتاج لألف مساعدة. كلمة كتكوتا، دي فيها مد، فيها تنوين بالفتح، أيوة فعلا نحط حواليها كتكوتا. زهرة، فيها ما تنوين بالفتح فعلا، التنوين محطوط على التاء عشان هو حرف قوي. غزالا، هي أصلها غزال، وضعنا ألف مساعدة بقت غزالا، يبقى التلات كلمات دول. نيجي لتمرين تاني، ارسم دائرة حول الحروف القوية. احنا قلنا فوق هنا ايه هي الحروف القوية؟ التاء المربوطة سواء كانت منفصلة أو متصلة، والهمزة والألف. تعالوا ندور عليهم في التمرين. حرف التاء المربوطة هل هو حرف قوي؟ نعم، نضع دائرة. هل الراء حرف قوي؟ خطأ. السين خطأ. هل الألف؟ نعم، الألف حرف قوي. اللام خطأ. الهمزة؟ نعم. الميم خطأ. الشين خطأ. يبقى الحروف القوية هي التاء المربوطة والألف والهمزة.
تمام. نيجي لتمرين تاني بعد كده، اللي هو هنيجي بعد كده للتمرين ده اللي هو نون الكلمات الآتية بالفتح. سماء هنعملها ازاي؟ سماء أن، حطينا التنوين على الهمزة عشان هو حرف القوي. تيجي لكلمة حبل، حب اهي، احنا عايزين نعمل لها تنوين بنحط لها ألف مساعدة تبقى كده حبلا حبلا. كلمة نبأ دي حرف قوي، يبقى هنحط التنوين عليه مباشرة نبأ. قمر هنحط ألف مساعدة، أسفة أنا كتبت خطأ، احنا قلنا التنوين بيكون على الحرف اللي قبل الألف، نكتبها تاني كده، التنوين بيكون كده. وردة، وردة عايزين نخليها بالتنوين، يبقى هنحط التنوين على التاء عشان خاطر هي حرف قوي، وردة. تمام. يلا نشوف التمرين اللي بعد كده، صوب العبارات. رأيت ولدا مطيعا، هل كلمة ولد كده صحيحة؟ وهل كلمة مطيع كده صحيحة؟ طبعا خطأ، حرف الدال حرف ضعيف، يبقى محتاج ألف مساعدة، يبقى ولدا ولدا ولدا. طب مطيع محتاج برضو ألف مساعدة، يبقى مطيع عن مطيعا. طيب المثال الثاني، أريد ماء مثلجا، هل كلمة ماء تحتاج ألف المساعدة دي؟ لا طبعا، لأن الهمزة حرف قوي، تبقى ماء. طب كلمة مثلجا لازم تكون، هي تحتاج بس لازم التنوين يكون متصل مع الجيم، يبقى مثلجا. ده يعني حاولت ان انا اقدم لكم امثله كتير عن التنوين، يا رب اكون قدرت اوصل لكم اي معلومات تفيدكم مع اولادكم. زي ما شرحنا في التنوين، هو كله بينطبق على الضم والفتح والكسر. ان شاء الله في الفيديو الجاي هعمل تمارين على التنوين بالضم والتنوين بالكسر. انا النهارده ركزت في التمارين فقط على التنوين بالفتح، ولكن يعني هو انا شرحت التنوين عموما في بداية الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.